Hello my dear junior 5 students, في الفيديو ده هنبدأ مع بعض concept 2 from unit 1 which talks about how the energy flow in the ecosystems. والconcept ده هنقسمه مع بعض into 3 parts, كل part في فيديو منفصل عن التاني. وبليز ما ننساش نرجع لصفحة الفيسبوك ونحاول نحل كل ال uploaded quizzes and let's start. طبعا زي ما كلنا عارفين ان all living organisms they need food. طبعا كلنا محتاجين لفود. طب يا ترى احنا بنحتاج الفود ليه؟ احنا بنحتاج الفود to get the energy needed عشان ناخد الطاقة منه عشان نبتدي ايه نعمل كل الانشطة اللي المفروض نقوم بيها. يبقى all living organisms need the energy taken from the food ليه؟ اول حاجة اكيد to survive عشان نعيش. تاني حاجة to do all our activities عشان نبتدي نمارس كل نشاطاتنا النشاطات اليومية بتاعتنا زي مثلا to think نبتدي نفكر واحنا بنعمل الهومورك to breathe نبتدي ناخد نفسنا to move كل الحاجات دي محتاجة الانرجي وطبعا محتاجين الانرجي for what else for the growth عشان نبتدي ايه نكبر وننمو. طب يا ترى كل الاكتيفيتيز اللي احنا بنمارسها في حياتنا محتاجة same amount of energy؟ اكيد لأ. وأكيد أنت بتلاحظ كده إن لما أنت بتexert hard work بيبقى جسمك محتاج a lot of energy. لما أنت بيبقى عندك تمرين أو when you are doing physical exercises بتحتاج إيه more energy. أقول لكم على حاجة إن even when we sleep our body still use some kind of energy. Even وإحنا نايمين جسمنا محتاج للإنرجي اللي بياخدها أصلا من إيه؟ من الفود. طب بيحتاجها في إيه؟ محتاجها مش إحنا بنتنفس وإحنا نايمين؟ يبقى احنا محتاجين انرجي. مش الهارت بيعمل بيتنج؟ مش قلبنا لسه عمال يدق عشان يوصل بامبنج لكل البلد وول بادي سيلز وول بادي بارت؟ يبقى برضو محتاج لايه؟ لانرجي. وزي ما خدنا السنه اللي فاتت ازاي ان السن از ذا برايمري سورس اوف انرجي فور اول اورجانيزمز اون اي ايرث. الجمله دي اخدناها كتير جدا السنه اللي فاتت وفي الكونسبت ده هنفهمها اكتر واكتر. بس ما ننساش ان السن از ذا برايمري سورس اوف انرجي اول سورس للانرجي اون ذا ايرث. وزي ما شفنا من الكونسبت اللي فات ان اقدر اعمل كلاسيفيكيشن للليفنج اورجانيزم انتو ناس بتقدر تعمل اكلها وناس بتعتمد على غيرها. انتو بروديوسرز اللي هم كانوا البلانت they can produce و they can make their own food through a process كبيره اسمها photosynthesis او ناس they are depending on other زي مين؟ زي الانيمال including humans. وما ننساش ان احنا we are belonging to the animal kingdom. احنا تبع مملكة الحيوانات. احنا شبههم كتير. تمام؟ طيب يا ترى different animal can get their food by what؟ الديفرنت انيمال كلهم الموجودين حوالينا دول بياخدوا الفود او بيحصلوا على الفود بتاعهم ازاي؟ يا اما الانيمال ده على طول بياكل بلانت اونلي زي الرابت صح كده؟ مش ده تايب من الانيمالز اللي ما بياكلش غير الجراسز والبلانت والكاروت؟ في تايب تاني eating other animals that eat plants. في تايب تاني بياخد انيمال بياكل انيمال بس الانيمال ده بيعتمد اصلا في غذائه على ايه؟ على البلانت. وهنشوف الكلام ده تفصيليا. وفي انيمال ما يفرقش معايا انا باكل بلانتس وباكل انيمالز باكل اي حاجه قدامي. يبقى different animals can get their food by eating plant only او eating other animals that eat plants او eating both plants and animals. هنا بقى احنا هنيجي نعمل classification للليفنج اورجانيزم into three groups according to what تبعا لايه او طبقا لايه؟ طبقا to their way of feeding طبقا لطريقة حصولهم على الاكل طبقا لطريقة ازاي بيلاقوا اكلهم او ازاي بياكلوا. يبقى living organisms can be classified into three groups according to their way of feeding which are. طب يا ترى ايه three groups؟ اول حاجة احنا عارفينها البروديوسرز كلنا عارفين ان البروديوسرز دول شبه الجرين بلانت they are depending on themselves and they can produce or they can make their own food. تاني طيب اللي هم الكونسيومرز اللي هم المستهلكين اللي هم زينا احنا والانيمالز. تالت طيب وده جديد علينا ده جروب جديد علينا هنتكلم عنه بالتفصيل اسمه الديكومبوزرز. تعالوا نتكلم على الليفنج اورجانيزمز دول اللي قلنا هنقسمهم into three classes according to their way of getting food. اول واحد البروديوسرز. مالك يا بروديوسر؟ انا اورجانيزم
I can make my own food. اللي هو كان إيه الفود بتاعي؟ الجلوكوز اللي هو type of sugar اللي هو كان جلوكوز. And don't feed on other plants or animal. إحنا متفقين إن plants they can make their own food by themselves. جعانين هم بيصنعوا أكلهم بنفسهم. لا هنلاقي plants بقى قبل كده أكل animal ولا plant حتى كان جعان أكل plant اللي جات. تمام؟ يبقى all the producer on earth are plants. وكلنا عارفين ان كل البلانتس they can make their own food through the photosynthesis process. زي مين؟ زي green plants. طب مين تاني living organism او مين تاني class؟ الconsumers المستهلكين المعتمدين على غيرهم زينا وزي الانيمال. دول they are organisms that eat other living organisms to get their food, to get their energy. Because of what? ليه انا بعتمد على غيري؟ ما هو انا اصلي مش بعرف اصنع الاكل زي البلانت. ما هو انا اصلي ما عنديش امكانية الفوتوسينثيسيس زي البلانت فصنع اكلي من ذات نفسي زي كل الجرين بلانت. فانا بعتمد على غيري. أنا بقيت الـ other living organism to get the energy needed زي الـ animals والـ human. تعالوا بقى نتكلم على الطيب الجديد الـ class الثالث ده اللي هو decomposers أو الكائنات المحللة، الناس اللي بتاخد أكلها بطريقة مختلفة خالص. دول بقى قصتهم قصة. دول organisms بياخدوا الفود بتاعتهم يجروا على أي dead organisms. يعني إيه مش dead organisms؟ اي جسم ميت، اي جثه ميته، اي حيوان ميت، اي حاجه قديمه ومنسيه، اي حاجه ميته يجروا عليها ويقولوا ده اكلنا. تمام؟ طب بيحصلوا على اكلهم ازاي؟ وانس ان هم لقوا ديد اورجانيزم يبتدوا يعملوا له breaking down او decaying، يبتدوا يكسروه او يحللوه، وهم بيعملوا كده ياخدوا الفود بتاعهم. يبقى تاني دول بيعملوا اول ما يلاقوا ديد اورجانيزم يعملوا حفله ويجتمعوا عليه لان ده الاكل بتاعهم. طب بياكلوا ايه منه؟ بيكسروه او بيعملوا له كلمه جديده احنا هناخدها دلوقتي اسمها decaying، يحللوه. وهم بقى بيعملوا ده وبياخدوا اكلهم بيقدموا للعالم كله فايده كبيره جدا. بيعملوا عمليه ريسايكلينج. يعني ايه ريسايكلينج؟ اعاده تدوير. وهم عمالين يروح عند الديد اورجانيزم ويكسروا ويحللوا وياخدوا كل الفود نيدد لتغذيتهم، يعملوا مصلحه للمجتمع كله اللي هو يعملوا يعملوا عمليه ريسايكلينج، يرجعوا النيوتريانت باك انتو ذا ايكو سيستم. وايكو سيستم دي هنفهمها دلوقتي حالا، بس ادوني لحظه. يبقى داي ريسايكلينج زي ريتيرن باك اجين النيوتريانت انتو ذا ايكو سيستم through the process of decomposition of dead organisms. هما بيعملوا ايه؟ هما بياخدوا اكلهم منين؟ عن طريق ان هما بيعملوا decomposition process اسمها تحليل الكائنات الميتة. مش اي كائنات، اي جثث ميتة يتلموا عليها يبتدوا يحللوها وياخدوا منها او يستخلصوا منها اكلهم. وهما بيعملوا كده يقوموا مرجعين النيوتريانت للباك للايكو سيستم، للبيئة اللي هما فيها. الايكو سيستم خلينا نفهمها دلوقتي ان هي البيئه اللي هم فيها. طب يا ترى النيوتريان دي سمعناها فين قبل كده؟ سمعناها في كونسبت 1 لما كنا بنتكلم ان السويل مهمه جدا للبلانت لان هي بتجيف ذا بلانت ذا نيوتريانت نيدد فور ذير جروث. وكنت بقول لكم ان النيوتريان دي سم اسينشال سبستانس مهمه جدا للتغذيه والهيلث اوف ذا بلانت. تمام؟ فهم بيطلعوا اكلهم عن طريق البريكنج داون، عن طريق decaying، عن طريق decomposition process اللي بيعملوها لكل dead organism، يقوموا مطلعين النيوتريانت ويرجعوها back into the ecosystem through the process of decomposition of which organism of the dead organism، للكائنات اللي ميتة خالص. تمام؟ طب احنا عارفين example للproducers اللي هم green plant، الconsumers اللي هم الanimal والhumans. طب يا ترى decomposers ايه examples؟ عندي fungi، البكتيريا، الورمز، الميليبيدز، دي الاكزامبلز. طب يا ترى في طريقه نسهلها على نفسنا؟ هنحط قاعده احنا ما بيننا وما بين بعضنا اسمها الاف بي ام دبليو. الاف بي ام دبليو يبقى مين الديكومبوزرز اللي علينا او الاكزامبلز بتاعتهم؟ الاف بي ام دبليو يبقى اف فور فانجوي، بي بكتيريا، ام ميليبيدز، دبليو الورمز. اجان
فانجاي بكتيريا ميليبيدز ورم. تاني فانجاي بكتيريا ميليبيدز اند ورمز. اوكي يبقى دي الاكزامبلز اوف ذا ديكومبوزرز اللي بيقوموا بعمليه الديكومبوزيشن فور ويتش اورجانيزم. الاورجانيزمز الليفنج لا الاورجانيزم الديد يعملوا ديكيينج او يعملوا بريكنج داون للاورجانيزم. وهم بيعملوا كده اللي بيحصل بيطلع لي نيوتريينت بيطلع لي نيوتريينت ترجع للسويل تاني. ودي مهمه طبعا مهمه فور ذا سويل اند فور ذا بلانتس. تمام يبقى ايه الاكزامبلز للديكومبوزر؟ الاف بي ام دبليو. مين الاف بي ام دبليو دول؟ الفانجاي بكتيريا ورمز اند ميليبيدز. والكونسيومرز بقى نلاقي ان هم 3 تايبس. يبقى احنا قلنا all the living organisms can be classified according to their way of feeding into 3 classes: producers اللي معتمدين على نفسهم زي green plants, الكونسيومرز اللي هم they are depending on other because they cannot make they haven't the ability to make their own foods زي الانيمالز والهيومن. تالت كلاس اللي هو مين؟ الديكومبوزرز الكائنات المحلله اللي بتعتمد على اكلها على مين؟ على مين؟ على الديد اورجانيزم. يجروا عليه يعملوا له ديكومبوزيشن. يعني ايه يعملوا له ديكومبوزيشن؟ يعني يكسروه ويعملوا له تحليل decaying. وهم بيعملوا ده بيقدموا خدمه للعالم كله. بيعملوا ايه؟ ريسايكلينج. يرجعوا تاني نيوتريينت باك اجين تو ذا ايكو سيستم. ومين الاكزامبل الديكومبوزر؟ زي ما شفنا قاعده الاف بي ام دبليو. اف بي ام دبليو فانجاي بكتيريا ميليبيدز اند ورم. وقلنا هنا ان الكونسيومرز ار 3 تايبس. عندي 3 تايبس من الكونسيومرز. يا الكونسيومر دول هيكونوا برايمري او سكندري او تيرشري. تاني يا primary يا secondary يا tertiary. طب يا ترى ايه primary consumers دول؟ دول الانيمال that eat plants only. دول الانيمال اللي ما بياكلوش غير ايه؟ غير plant only. زي وبنسميهم plant eaters لان هما ما بيتغذوش غير بس على ايه؟ على البلانت. زي مين؟ زي الرابت والانسكت. زي الرابت والانسكت. طب مين secondary consumers؟ دي الانيمال that eat primary consumers. دي الانيمال اللي بتاكل البرايمري كونسيومرز. طب هو كان مين اصلا البرايمري كونسيومرز؟ البرايمري كونسيومرز دول اللي كانوا بياكلوا البلانت اونلي. يبقى السكندري كونسيومر هنا هم الانيمال that eat primary consumers. زي ايه؟ زي البيردز والفروك. يبقى هنا زي الرابت والانسكت انما هنا زي البيردز والفروكس. تعالوا نشوف اكزامبل يعني نحكي اكتر في السكندري كونسيوم. هنا البيردز بتاكل ايه؟ البيردز دي بتاكل ايه؟ بتاكل الانسكت. تمام عشان كده انا سميتها سكندري كونسيومرز. ليه؟ لان هي بتاكل برايمري كونسيومر اللي هو الايه؟ الانسكت. طب يعني ايه اصلا برايمري كونسيومر؟ دي الاورجانيزم او دي الانيمال ذات ايت بلانت اونلي. مين التالت تايب اللي هو التيرشري كونسيومر؟ الانيمال ذات ايت سكندري كونسيومر. انتوا واخدين بالكم السكندري مين هم؟ السكندري اللي بياكلوا البرايمري. طب التيرشري مين هم؟ التيرشري اللي بياكلوا السكندري. واخدين بالكم؟ يبقى التيرشري هنا ذيس ار ذا انيمال ذات ايت السكندري كونسيومر. دول بنسميهم ايه؟ العمالقه بقى. دول اللارج ميت ايتينج انيمال. اجان لارج ميت eating animals. زي مين طبعا؟ اللاينز, زي التايجرز, زي الكروكودايل. دول التيرشري كونسيومر. دي الانيمال اللي بتتغذى على السكندري كونسيومر. طب هي مين السكندري كونسيومرز؟ دي الانيمال اللي بتتغذى على البرايمري كونسيومر. تمام زي البيرد والفروج. طب هي مين البرايمري كونسيومر؟ دي الانيمال اللي بتيت اونلي ذا بلانت زي الرابت والانسكت. يبقى احنا عرفنا ان الكونسيومرز they are 3 types: primary, secondary, and tertiary. هنا نوت مهمة جدا بيقول لك هنا ان الورمز والميليبيدز اللي هم كانوا ايه؟ اكزامبل من مين؟ من الاف بي ام دبليو ما ننساش اللي هم الديكومبوزرز. بيعملوا ايه؟ بيعملوا برودكشن للويست. بيعملوا برودكشن للويست لما بيبتدوا يعملوا عملية الديكومبوزيشن بتاعتهم. تمام ويبتدوا يجروا على الديد اورجانيزم يبتدوا يعملوا له ديكومبوزنج يبتدوا يعملوا له ديكيينج او بريكنج داون ويبتدوا ياخدوا الفود بتاعتهم بيطلعوا اكيد ويست بيطلعوا الفضلات بتاعتهم. تمام
وهم بيطلعوا الفضلات بتاعتهم، الفضلات دي بتكون ريتش نيوترين، بتبقى غنيه جدا 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 للنيوترين. الفضلات بتاعتهم دي بيحصل لها ايه؟ بتنزل في السويل، فهي مليانة بالنيوترين، فبتعمل ايه للسويل؟ بتزود الفيرتيليتي اوف ذا سويل. يعني ايه فيرتيليتي؟ يعني تزود احتواء السويل من النيوترينت. مش احنا لسه قايلين من شوية ان هما بياكلوا بيطلعوا اكلهم من الديد اورجانيزم بيخدمونا؟ بيخدمونا ازاي؟ بيخدمونا ان هما بيعملوا ريسايكلينج. يعني ايه ريسايكلينج؟ يرجعوا النيوترينت تاني باك للايكو سيستم. طب يرجعوها ازاي؟ لما بيطلعوا الفضلات بتاعتهم، الفضلات بتاعتهم بتبقى مليانه وغنيه بالايه؟ بالنيوترينت. تنزل السويل تقوم مزوده السويل ايه؟ فيرتيليتي. يعني ايه سويل فيرتيليتي؟ تبقى السويل كده مليانه نيوترينت، مليانه غذاء للبلانت. وده مهم جدا زي ما اتفقنا للبلانت جروس والبلانت هيلث والبلانت نوريشمنت وتغذيه البلانت. يبقى again الورمز والميليبيدز الديكمبوزرز عموما، وهم بياكلوا الديد اورجانيزم وهم بيحللوهم ويكسرون بيطلعوا فضلات. الفضلات دي مالها؟ ريتش اند فول اوف نيوترينت، مليانه نيوترينت، مليانه غذاء. تروح على فين؟ على السويل. يعني ايه بتروح على السويل؟ يعني بتزود الفيرتيليتي بتاعتها، يعني السويل تبقى مليانه مواد مفيده جدا فور ذا بلانت جروث. تعالوا بقى نشوف كلمة الإيكو سيستم. الإيكو سيستم دي this is an area، أي مكان أو community أو مجتمع that contain living organisms and non-living things. لازم عشان أقول إن دي إيكو سيستم أو المكان ده أقدر أسميه إيكو سيستم، لازم يكون في شرطين. أول شرط إن المكان ده يكون containing لوات؟ للليفينج أورجانيزم وnon-living things، حاجات living وحاجات non-living. وايه كمان؟ ايه تاني شرط؟ ان الاثنين دول they interact with each other، لازم الاثنين دول يكونوا بيعملوا ايه؟ بيتفاعلوا مع بعض. يبقى عشان اقول على اي مكان انت ايكو سيستم ولا لا، لازم يكون في شرطين. اول حاجه ده اريا او كوميونتي، يا مجتمع يا مكان. لازم ايه الشرطين اللي عندي؟ واحد ان يكون في living و non-living things. شكرا. ايه كمان؟ ان الاثنين دول they should interact with each other، انا بتفاعل مع الحاجات non-living والحاجات non-living بتتفاعل معانا. طيب تعالوا نشوف ايه الحاجات living اللي ممكن نلاقيها في الايكو سيستم والحاجات non-living. الحاجات living زي plants، زي animals، زي human، تمام. طب ايه non-living؟ الفود، الواتر، الاير، السويل، السنلايت، والشلتر. ايه الشلتر؟ البليس وير وي ليف، اي مكان للمأوى، تمام. طيب زي ايه اكزامبل الايكو سيستم؟ السي والاوشن. هي السي دي مش فيها انيمالز يعني ليفينج ثينجز، مش فيها بلانتس يعني ليفينج ثينجز، مش ممكن الاقي فيها بني ادمين يعني ليفينج ثينجز، تمام. طيب مش دول فيهم السي والاوشن حاجات نون ليفينج؟ مش فيهم ووتر؟ فيهم موتر. مش فيهم سانلايت وصل لهم؟ فيهم سانلايت وصل لهم. مش فيهم روكس؟ فيهم روكس. يبقى انا لقيت ايه في السي او الاوشن؟ لقيت some living things are interacting with the with the non-living things. طب ورا باي ذا رين فورست؟ نفس الكلام، دي ايكو سيستم مش فيها ليفينج ثينجز، مش فيها بلانتس، مش فيها تريز، مش فيها انيمالز، صح كده؟ دي ليفينج ثينجز. طيب مش فيها sunlight و air و soil و water و shelter for the animals؟ الله، ده ecosystem كامل متكامل. طب يا ترى desert؟ نفس الشيء، ده ecosystem مش فيها animals زي الكامل، مش فيها cactus as a type اهو في من البلانت والبالم تري زي ما خدنا السنة اللي فاتت. طيب ايه non living هنا؟ الديزرت اللي هي sand دي soil يعني، وفي shelter وفي air وفي some water وفي sunlight وفي food طبعا، تمام. يبقى ده طبعا ecosystem. ايه التندرا؟ لو نفتكر من السنة اللي فاتت، التندرا دي كانت اصلا desert بس هي لها special conditions كده. لو نفتكر ان التندرا كانت درجة الحرارة بتوصل فيها لأقل below than 50 degrees below zero، اوكي، فين؟ في الوينتر. وبعد كده يجي السمر يحصل ميلتنج للسنو وتتحول لديزرت عادية خالص، تمام. يبقى التندرا this is a kind of desert بس special شوية. يبقى يعني ايه ecosystem؟ this is an area او community او مكان لازم يكون فيها حاجتين، living organisms and non-living things، والاثنين لازم ايه؟ they should interact with each other، okay؟ وبكده نكون خلصنا part 1 من concept 2. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم. This was Mrs. Mira. Thank you and see you soon.